سيناريو صادم في مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، سيناريو الذي صدم الجميع وصدم العرب ككل من ناحية المباراة ومن ناحية ما دار في المباراة. فالسبب الأول في عدم تأهل الجزائر فيكون هو الحكم الذي كانت لديه أخطاء قاتلة، أخطاء بالجملة في المباراة، وعدم احتساب ضربات جزاء للمنتخب الجزائري وإلغاء أهداف كثيرة في المباراة. لكن في وجود الفار تكون هذه الأخطاء بالجملة في مباراة وحيدة وفي مباراة فاصلة وفي مباراة حاسمة يعتبر، وهناك شك كبير في هذه المباراة بالنسبة للمنتخب الجزائري وبالنسبة للشعب الجزائري. فالكرة ظلمتهم اليوم، وكان لو أنصفتهم الكرة لكان تأهل المنتخب الجزائري إلى مونديال قطر 2020 في يوم تعيس من ناحية المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، ويوم يغوم فيه الفرحة من ناحية المنتخب المغربي والمنتخب التونسي. كل العرب كان يتمنى تأهل أربع منتخبات عربية إلى مونديال قطر 2020، لكن المنتخب المصري ودع بضربات الجزاء والمنتخب الجزائري ودع بفارق الأهداف في المباريات فقط، والكرة لم تنصف العرب مجددا في كأس العالم قطر 2020 حيث سيتواجد المنتخب المغربي والمنتخب المصري. فبالتوفيق للمنتخب الجزائري في قادم المسابقات، منتخب قدم ما عليه في مباراة الذهاب ومباراة الإياب، منتخب قدم مباريات كبيرة وكان رائع من ناحية المباريات وأدار المباراة بطريقة جيدة، لكن مباراة الذهاب هناك شك كبير من ناحية الحكم الذي لم يحتسب ضربة الجزاء للمنتخب الجزائري. فبالتوفيق للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري، وهذا هو كل شيء لدينا بخصوص اليوم، وإلى اللقاء.